أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. الحمد والشكر لك يا الله، مهما كان ابتلاؤك وكيف ما كان ابتلاؤك ووقت ما كان ابتلاؤك. في هذا المقطع سأشرح ما أعانيه كشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو معاق من خلال 9 نقاط. نبدأ بالنقطة الأولى. قبل أن أبدأ بأي نقطة، أريد أن أخبرك بأنني إنسان ناقص، وأخذك مني لأي شيء يخصني، وعندما أقول أي شيء فأنا أعني ذلك. إن شاء الله تكون سبحة، سجادة، أكل، ملابس، فلوس، سيارة، بيت، أي شيء انشرى لي لشخصي أو أنا اشتريته باسمي، مسجل باسمي، حتى وإن كنت ستعيد ذلك الشيء بعد ثواني من أخذه لا إراديا، سيدعوني ذلك لأن أبتعد عنك بقدر ما أستطيع، حتى لا أريد منك أي شيء ولا تريد مني شيء. فأنت علاوة على نقصي أخذت مني شيء يخصني، فأشعرتني بنقصي مرتين، مهما صغر أو كبر الشيء الذي أخذته مني فأنت بين أفكاري مستبعد تماما عن كل شيء أريده منك ولك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التهميش، بعنوان التهميش. كشخص معاق كل ما أشعر به وأراه وأسمعه التعامل معي كشخص فارق الحياة وينتظر يوم البعث ليحيا في عالم آخر تسوده رحمة الله بشكل أكبر لكي يحظى بمبالاة أكبر. لم أطلب منك أي مجهود أيها الشخص المعافى، كل ما أحتاجه أن تعيرني شيء شيء. شيء من المبالاة تجاهي، بمعنى أن لا تعيرني كل انتباهك لسماع رأيي، لكن أعيرني شيئا منه. وعندما تسمعني أصغي إلي، أصغي إلي لكي أشعر بأن لصوتي صدى. ناقشني في آرائي واجعل ردة فعلك لكل تصرفاتي. تشعرني بأن هناك معنى لوجودي وليس وجود لا قيمة له. هذه النقطة الثانية اللي بعنوان التهميش. 3 الاستعجال. لا تستعجلني في أي شيء صغير كان أم كبير. إن أكره ما أواجه في العالم العربي هو العجلة. لا تستعجلني للقيام حتى بشرب الماء. لا تخبرني في أي يوم أحيا بأن أخرج حالا لأنك تنتظرني في الخارج أو في السيارة أو في أي مكان. إياك وأن تنتظر مني ردة فعل طبيعية في نفس الوقت الذي تطلب مني مبادر. كلما تم تنسيق أي أمر في موعد مسبق كان ذلك أرحم بالنسبة لي، وكلما أخبرتني بأي موعد حالي يعكر صفو ذهني ذلك حتى وإن عذرتني ولم أقضي ذلك الموعد معك. هناك نقطة يجب أن تستوعبها أيها المعافى. أنا أجتهد وأبذل كل ما بوسعي للذهاب إلى دورة المياه، فما بالك بالخروج خارج المنزل. النقطة الرابعة مهمة. فعليا عندما أقوم بفعل واحد فكل طاقتي الجسدية والروحية
تنصب للفعل الذي أقوم به لأنني معاق ناقص، أي لا أستطيع القيام بأمرين في آن واحد مهما بلغت سهولة الأمرين بالنسبة لك، حتى وإن كانت مثلا شرب الماء والالتفات لأي جهة. هذه النقطة الرابعة، كيف أكون مشغول جسديا وروحيا بما أقوم به. النقطة الخامسة بعنوان المساعدة، أنا أحتاج مساعدتك في كل آن وكل مكان، لكن المساعدة التي أحتاجها مساعدة تخدمني وليس مساعدة تقضي حاجتي وبعدها يعتصرني الحزن لأن أحدا لا يفهمني. كل ما أحتاجه من مساعدتك خدمة تريحني وتقضي حاجتي بالطريقة التي أريدها أنا ليست التي أريدها أنت. أما بما يخص المساعدة التي تريحك أنت شخصيا فشكرا، أنا لا أريدها منك ولن لا أريدها منك ولن أطلب ولن أطلب مساعدتك عندما تكون مساعدتك تقضي حاجتك أنت وليس حاجتي أنا. لن أطلب منك هذه المساعدة مرة أخرى إذا رأيتها فيك. ذوي احتياجات خاصة، احتياجات خاصة أي ليس أي مساعدة ستخدمني. بعض المساعدة ليس أي مساعدة ستخدمني، بعض المساعدة لا تشعرني إلا بطعنة في كل مكان من جسدي، لأنك ستخدمني جسديا نعم، وقد ترى خروجي من المحنة التي أعاني منها، لكن هناك جانب روحي عليك مراعاة حاجته أكثر من حاجة الجسد. احتياجي كله في حال رغبتك في المساعدة ورأيتني بحاجة لها أن تسألني ما الخدمة التي أريد أن تخدمني بها، تمهيدا لمعرفة لكي تعرف أنت أي الشخص الطبيعي كيفية المساعدة. فتسألني ما الخدمة التي أريد أن تخدمني بها تمهيدا لمعرفة الكيفية، أي اسألني بعد أن أخبرك بالخدمة التي أريدها منك عن كيف أريد أن تخدمني بها وما الذي أريده منك وما الذي أريد منك القيام به. النقطة السادسة عنوانها التفاعل، يعتقد الناس أنني عمدا أتجاهل وعمدا لا أجيب على هاتفي أو أمهد عمدا لإنهاء علاقة، أو بعضهم يعتقد أنني أتجاهله عمدا ولا أجيب لأنني لا أريد أن أجيب، والبعض الآخر يزعل لأنني لست متفاعل معه كما يتفاعل الشخص المعافى معه. وبأنني أتبع معه سياسة التطنيش ولا أسأل عنه، للأسف لا تستوعب عقول هؤلاء بأنني أقوم بأي شيء ولا يعلم بأنني لا أستطيع القيام بأمرين في آن واحد، أو ربما أكون على السرير أو الهاتف بعيد عني أو الهاتف بعيد بالنسبة لي، وحتى أصل إليه لا يعرف المتصل بأن ذلك مشقة علي، أو ربما أكون في دورة المياه واقعا على الأرض وأحاول النهوض مرارا وتكرارا لكي أقف دون فائدة، وبأن ذلك أودى بي
لأقصى درجات التعب بجميع المقاييس. أيها الإنسان، ليس من طبعي أبدا صفات التجاهل بأي شكل من الأشكال، لكنني معاق. ابتلاني الله بمرض أعايشه منذ أكثر من 10 سنوات، وإلى اليوم فإن من يتفهم حالتي الصحية ربما شخص أو اثنين. لا يستوعب الكثير من الناس لا يستوعب الكثير من الناس الطبيعية حالتهم هذه النقطة، واعتقادهم بفهم تلك النقاط لا ينتج عنه إلا زيادة التهميش التي ذكرناها فيما سبق، بحجة أنهم حاولوا مساعدتي ولم تنجح محاولتهم التي هي بالنسبة لهم أكبر مساعدة إنسانية. قد يروها كذلك المتعافين، لكن بالنسبة لي قد تضرني من جميع الجوانب. النقطة السابعة بعنوان الحساسية. أنا إنسان خلقني الله وخلقني بشخصية تصاحبها الحساسية، وجاءت الإعاقة زادت الحساسية في شخصيتي. شخصيتي مرهفة الحس، شخصيتي بشكل أساسي تنظر قبل كل شيء لجميع الأمور من زاوية حساسة، فأثر كل الأمور ووقعها على شخصيتي معدل تأثري بها 200% من الشخص المعافى، أمر خارج عن يدي. فوق كذا يعني الإعاقة زادتني حساسية، النقطة الثامنة بعنوان أستطيع. في المطبخ والصالة وغرفة الأكل وكل مكان في المنزل أستطيع إحضار ما أريد مهما بعد، لكن ليتك تعلم أيها الطبيعي أنني كم أكره بعد الأمور عن متناول يدي وسهولة الوصول إليها، لأنني معاق. سأضطر حينها لبذل مجهود، ربما سأحتاج أن أقف، وعلي أن أضع في الحسبان احتمال وقوعي على الأرض وسيصعب علي النهوض، أي سأحتاج لبذل مجهود أكبر، وربما ذهني يتعكر لعدم تفهم محيطي بأنني معاق ولاحتياجات خاصة. النقطة التاسعة، إن كل ما يطرأ على جسدي من أبسط الأمور كنسمة الهواء وإلى أشدها كصدمة جنون يؤثر علي كل ما يحويه كياني، يؤثر على كل ما يحويه كياني مهما كانت الطرقات وكيفية السير، ربما بمقعد لذوي الاحتياجات الخاصة أو سيارة أو أي وسيلة تقودني بعجلات، فإن ذلك حتما سيؤثر علي على كياني سلبيا أو إيجابيا. قد يقلب كياني رأسا على عقب أو يرفع نظرتي من أعمق أرض لأعلى سماء، وذلك من خلال استواء واعتدال الطريق الذي أسير فوقه بأي وسيلة نقل. أي كلما كان الطريق مستويا فإن ذلك سيحافظ على استقرار جسدي بكل ما يحويه، ويجب أن تضع في الحسبان أنني معاق، وأي تعرج في السير
وإن كان بسيط سيؤثر علي كم عام. أحمد الله وأشكره على ما أنا عليه، وجعل الله هذا الجسد كل ما فيه حساس، فكل أجهزة الجسد تتجاوب بحساسية مع كل شيء. لذلك يجب أن تكون مساعدتك لي بوعي عن مساعدة شخص طبيعي، ولهذا أنا بحاجة لمساعدتك أيها الشخص الطبيعي، لكن كما أحتاج وليس كما تريد أنت. أحتاج مساعدتك كما أحتاج وتطلب حالتي، وليس كما تريد ويريحك أنت. لا يتفهم هذه النقطة إلا القليل، لذلك برغم قلة حيلتي في كل شيء إلا أنني لا أطلب المساعدة من أحد، لأن ذلك غالبا ما يقودني للتعب أكثر. فما أحتاجه مساعدة تخدمني وليس تريحك. على سبيل المثال، لدي ازدواجية في النظر، فأنا أتحرك بسرعة، سيقودني ذلك لأن أدخ وأشعر بالغثيان وأريد التوقف. وبالطبع بما أنني لست الشخص الذي يقودني بأي وسيلة كانت، فليس علي إلا تحمل الوضع كما هو مهما كان، وانتظار الوصول لكي أخرج من ذلك الجحيم الذي كنت أعيشه. لأن كل ما تقدم القائد للأمام بسرعة أكبر وفوق كل وأي شيء، سأعود أنا للوراء بفؤادي المعاق. ربما كلمة على الهامش كما يقولون، إذا رأيتني بأمس الحاجة للمساعدة وأرفض مساعدتك فلا تلمني، بل لم نفسك، لأن خبرتك لا تسمح بذلك. قد تعتقد أنك ملم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتستطيع خدمته بكل شيء، ولكن في الحقيقة أنت تخدمه بالطريقة التي تناسبك أنت، وهذا لا يتماشى مع حالة المعاناة.